بسم الله الرحمن الرحيم، حبايبي طلاب بريب 1، كل سنة وانتو طيبين جميعا. بمناسبة شهر رمضان الكريم، النهاردة ان شاء الله هنتكلم في بارت 2 من ليسون 3. طبعا اللي ما شافش بارت 1 لازم يشوف ويفهم موضوعنا ايه في الليسون ده. دلوقتي بنتكلم عن، بعد ما اتكلمنا بقى عن البالانسد كيميكال ايكويجن، عن المعادلة الكيميائية المتزنة، وقلنا ان الـ number of atoms entering the reaction must be equal to the number of atoms that results from the reaction. يبقى بالتالي دلوقتي هنتكلم عن ايه بقى؟ law of conservation of matter، يعني قانون بقاء المادة. يعني ايه؟ يعني المادة مش بتضيع. يعني لو انت مثلا دخلت في التفاعل دوت 10 جرام من المغنيسيوم وساي 2 جرام من الاكسجين، المادة اللي انت دخلتها في التفاعل دي مش هتضيع. فبنقول matter neither created nor destroyed، يعني المادة مش بتضيع ولابد ان يكون لها مصدر، but it change from form to another، يعني بتتحول من صورة لصورة. يعني والله المغنيسيوم دخل ومعاه الاكسجين خرجوا في صورة مغنيسيوم اوكسايد. يبقى لما يقول لي matter neither created nor destroyed، اقول له ده law of conservation of matter، ده عامل زي law of conservation of energy، قانون بقاء الطاقة، نفس برضو الفكرة والمعنى. طيب وطالما المادة مش بتضيع، يبقى بالتالي كتلة المادة كمان مش بتضيع. فدوت يقول لنا law of conservation of matter mass، قانون بقاء كتلة المادة. فبنقول التعريف ده مهم جدا، sum of reactants masses is equal to product masses، و chemical equation should be balanced. طب يا مستر هو ليه بقى المعادلة الكيميائية لازم تبقى متزنة؟ علشان تثبت لي ان الحاجة اللي دخلت خرجت بنفس الكتلة فحققت قانون بقاء المادة، يعني to achieve the law of conservation of matter. فمثلا هنا المغنيسيوم داخل بتو وخارج بتو، الاكسجين داخل بتو خارج برضو بتو. طيب يبقى كده ده يا مستر دي balanced equation. يبقى ليه بقى المعادلة لازم تبقى متزنة؟ علشان اثبت لحضرتك ونحقق to achieve the law of conservation of matter، يعني المادة ما ضاعتش زي ما دخلت زي ما خرجت. طيب هنا بقى بيجي لنا بعض اسئلة، how can you calculate the masses of reactants and the products، ازاي هتحسب كتلة المتفاعلات وكتلة المنتج بتاعنا في الكيميكال equation. فهنا مثلا مدلنا المغنيسيوم ب 24 جرام والاكسجين ب 16 جرام، وبيقول لي calculate بقى ايه the reactants and product masses. فببساطة خالص لازم تبقى فاهم ان لما يبقى قدامك رقم جنب الرمز، يعني مثلا هنا 2mg او O2، معنى كده ان الرقم ده معمول تايمز مضروب في الرمز ده، في القيمة بتاعت الرمز دوت من الماس يعني. طيب لكن لو لقيت هنا مثلا MgO رمزين جنب بعض، معناها ان هما بنعملهم addition بلس، والرقم اللي من بره دوت طبعا بيبقى معمول تايمز كل الرموز على كل الرموز اللي ورا. فهنا 2mg هنعوض عن الام جي ب 24 مضروبه في 2 بلس او 2، يعني 2 تايمز 16. نحسب الحسبه بتاعت الرياكتنس اللي هي ب 80 جرام. نيجي نشوف البرودكتس، 2 ام جي او 16 بلس 24 اللي هم ب 40 ومضروبين في 2 هتديني 80. يبقى ديت كده بالانسد ايكويجن، وهي كمان achieved the law of conservation of matter. طيب هناخد معادلة كمان NaNO3، هنعملها thermal decomposition بالحرارة، هتدلنا NaNO2 اللي هو sodium nitrite plus O2. فعايز نحسب بقى الماسس بتاعتها، ومدلنا اهي الصوديوم ب 23 والنيتروجين 14 والاكسجين 16. هنحسب ال reactants لوحدها، فهنقول له 23 بلس 14 بلس 3 تايمز 16. هنلاقي ان الحسبة دي اهي قدامنا هتدلنا 85 جرام.
طب نحسب البرودكتس. لما حسبنا البرودكتس اهي طلعت ب101، يبقى دي كده نوت بالانسد ايكويجن. ليه بقى؟ فهنقول لك ايه، as the sum of reactants masses doesn't equal the sum of product masses، بما ان كتلة المتفاعلات ما بتساويش كتلة المنتج، فبالتالي so the equation is not balanced، المعادلة دي غير متزنة، because the law of conservation of matter is not achieved، قانون بقاء المادة لم يتحقق. طيب هنتكلم بقى كمان دلوقتي عن تعريف كمان مهم، هو law of constant ratio، قانون النسب الوزنية الثابتة، ودوت انا بسميه قانون البدلة، بمعنى ان والله علشان نفصل بدلة لشخص سي مثلا هتحتاج 7 متر مثلا من القماش، فطب يا مستر والله تمام، يبقى دي مثلا هنحتاج 7 متر، و مثلا هنحتاج كمان يا مستر والله 6 زراير. حلو، يبقى ديت الايه الحاجات اللي هتحتاجها في البدله. طب انا لو جبت لك 10 متر قماش هل هتستفاد بيهم كلهم؟ لا، يبقى انت بالتالي بتحتاج كميات معينه اثناء التفاعل الكيميائي. طيب جميل، فبنقول هنا اهو بسم الله، يبقى هو the chemical compounds is formed from combination of its elements، يبقى المركب الكيميائي بينتج من اتحاد للعناصر، بس بشرط ايه؟ by constant weight ratio، بنسب وزنية ثابتة. فنيجي مثلا هنا والله لما المغنيسيوم اتحد مع الاكسجين، لو كانوا ذرتين مغنيسيوم هيدوني 48 جرام والاكسجين ب 32 جرام، فهيدوني مع بعض التوتال 80 جرام. طب النسبة بتاعة التفاعل دوت يعني ايه النسبة؟ يعني مثلا لو انا جيت قلت لك والله احنا هنشارك بعض في مشروع، انا هدفع 10,000 وانت هتدفع 5,000، يبقى نسبتك لنسبتي قد ايه في المشروع؟ تقول لي والله يا مستر عشان نجيب النسبة بنبسط الارقام في ابسط صورة، يعني الارقامين دول نقسمهم على رقم مشترك هنا وهنا، يعني ينفع نقسمه هنا وينفع نقسمه هنا، ف5 divided 5 ب1 و10 divided 5 ب2، يبقى نسبتي لنسبتك 2 1، يعني 2 الى 1، واخد بالك ازاي؟ طيب نعمل نفس الفكرة هنا، هنبسط الارقام بتاعتنا اللي هي 48 و 32، هنقسم هنا divided 2 وهنا divided 2 لغاية اما في الاخر يتبقى معانا ايه 3 و 2، يبقى دي النسبة، نسبة المغنيسيوم 3 الى 2 من الاكسجين. طيب نيجي هنا نفس الفكر، لو كان 24 جرام من المغنيسيوم و 16 جرام من الاكسجين، يعني التوتال بتاعهم المغنيسيوم اوكسايد ب 40، برضو هنقعد نبسط الارقام هنا هتطلع لنا بنفس النسبة 3 2 2. طيب وبنقول the increase in the mass of each of them remains without reaction، اي زيادة في الكتلة هتخش في التفاعل مش هتتفاعل. بعد كده بنقول the types of chemical reaction، انواع التفاعل الكيميائي، هندرس نوع مهم جدا اسمه direct chemical reaction، يعني تفاعل كيميائي مباشر. هنلاقي ان التفاعل الكيميائي المباشر ده عبارة عن 3 عائلات، A element بلس element، وهنا زي ما احنا شايفين ال element مع ال element اللي هي A، بعد كده B element بلس compound، بعد كده C compound بلس compound. طيب هنشوف الأول العيلة بتاعت element بلس element، والله ال elements دي يا مستر ممكن تبقى metal مع non metal، وممكن تبقى between two non-metals. طيب فهنيجي نشوف هنا اهو الامثلة بتاعتنا، قال لي two non-metals لما يتحدوا مع بعض يا مستر بيدولنا covalent bond، زي مين؟ زي الكربون مع الاكسجين هيدلنا كربون دايوكسيد، او الهيدروجين مع الكلورين هيدلنا هيدروجين كلورايد،
طيب تعالى بقى نشوف برضو من عيلة الاليمنت مع الاليمنت، ميتال مع نون ميتال هيدلنا ايونيك بوند، زي المغنيزيوم مع الاكسجين هيدلنا مغنيزيوم اوكسيد. طبعا المعادلات دي كلها حفظ. بعد كده العيلة التانية اليمنت مع كومباوند، الكومباوند هنا هو الكربون مونوكسيد رمزه سي او بلس او 2 اللي هو الاليمنت بتاع العنصر اللي هو الاكسجين، فتديني اهو المعادلة طبعا وتحفظها بالانسد تبقى 2 سي او 2. نيتروجين مونوكسيد اللي هو 2NO هيتحد مع الأكسجين O2 تديني 2NO2 اللي هو نيتروجين دايوكسيد. آخر عيلة معانا في الدايركت كيميكال رياكشن اللي هي الكومباوند بلس كومباوند، هيحصل تفاعل ما بين الأمونيا NH3 بلس الهيدروجين كلورايد اللي هو الهيدروكلوريك أسيد يعني HCl، وشرط التفاعل بتاعه يبقى كونسنتريتد يعني مركز، هيتحدوا مع بعض يدوني NH4Cl اللي هو الأمونيوم كلورايد. معادلة مهمة جدا وفي كل الامتحانات بتيجي. فالشرح بتاع الموضوع اللي حصل ايه، place a weighted glass rod يعني ضع قطعة زجاج مبللة with ammonia solution close to a mouth of test tube، هنقرب بقى قطعة الزجاج المبللة بالأمونيا ديت ل تيوب يكون فيها هيدروكلوريك أسيد concentrated مركز، فهلاقي بقى ايه white clouds of ammonium chloride is formed، وهنشوف مع بعض التجربة دي اهي. هنا في هيدروكلوريك اسيد والقطعة ديت فيها مبللة بالامونيا سولوشن، فطبعا حصل زي ما انتم شايفين كده ايه clouds are formed من ammonium chloride. خدوا بالكم ان الهيدروكلوريك اسيد اللي موجود في التست تيوب دوت بي يتبخر في درجة حرارة الغرفة، يعني في جاز طالع منه كده اهو، وهنا بقى خبط في الأمونيا فعملوا ايه أمونيوم كلورايد. طيب تمام، طبعا نحفظ المعادلة دي كويس جدا. آخر هنا نقطة معانا في الدرس اللايف ابليكيشن تطبيقات حياتية، بنقول ان الكيميكال رياكشنز ان اور لايف ار امبورتنت مهمة جدا. give reason because through which it is possible to، من خلال التفاعلات الكيميائية ديت ممكن ان احنا نعمل ايه بقى، A obtain electric and heat energies، والله نحصل على طاقة كهربية وطاقة حرارية. وشفنا بقى في الالكتريك باور ستيشن لما بنحرق الاويل او الناتشرال جاس او الكول، ما هو الحرق ده تفاعل كيميائي ومن خلاله بقى بنشغل التوربين والداينامو عشان ننتج كهرباء. وطبعا used in some industries، وده بيخش طبعا في صناعات كتير ومصانع كتير بتعتمد على الكهرباء. obtain more useful substances from less used substances، نحصل على مواد اكثر فائدة من مواد اقل فائدة، زي مثلا الرمل ممكن من خلال تفاعلات كيميائية بنعملها بنحوله لزجاج وحاجات تانية كتير. بعد كده البيبر هنا prepare thousands of compounds، تحضير آلاف المركبات are commonly used in many industries، اللي بنستخدمها في صناعات كتير زي بقى صناعة الأدوية medicines manufacture of medicines أو fertilizers صناعة الأسمدة الزراعية، الفيول صناعة الوقود، البلاستيكس صناعة البلاستيكس، الفود اندستريز صناعة الأطعمة، الكار باتريز صناعة بطاريات السيارات. زي ما في فوائد للكيميكال رياكشن في كمان أضرار، فبنقول كيميكال رياكشنز also have negative effects as the emissions الانبعاثات that pollute the air، زي ما بيحصل أثناء الفيول بيرنينج حرق الوقود، فبنقول products results from fuel burning. عندنا أول حاجة هنا الكربون دايوكسيد، ودوت بيسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية increase the atmospheric temperature، وبيعمل بقى الجلوبال وورمنج الاحتباس الحراري بسبب قصة الجرين هاوس فينومينا. ان ببساطة هنا اهو يا شباب ادي هنا
قصة الجرين هاوس فينومينا، والله يا مستر الحرارة بتدخل للغلاف الجوي بتاعنا بالنهار وبتخرج بالليل. لما كمية الكربون دايكسيد تزيد ايه اللي بيحصل؟ الحرارة تدخل بالنهار لكن تيجي تخرج ما تخرجش، بسبب ان الكربون دايكسيد بيعمل طبقة عازلة كده فيمنع خروج الحرارة، فحرارة الغلاف الجوي تبدأ تزيد وبالتالي حرارة الكرة الأرضية بتزيد. ودي نفس الفكرة المشابهة للجرين هاوس فينومينا، ظاهرة الثقوب الخضراء زي ما احنا شايفين كده. الحرارة تدخل من الزجاج لكن لما تيجي تخرج ما تخرجش، تتحبس في الجرين هاوس قدامنا هنا. طيب نيجي بعد كده، فلقينا كربون دايوكسيد prevents the penetration of thermal rays from the sun never let them back. يعني الكربون دايوكسيد بيمنع اختراق الطاقة الحرارية او الاشعة الحرارية مرة اخرى، ما بيسمح لهاش بالعودة. تاني غاز ضار معانا هو الكربون مونوكسيد، ودوت بيسبب الهيدك، صداع، فاينتنج، اغماء وضعف، ستومك اكس، الم في المعدة، ممكن يؤدي للوفاة. بعد كده معانا سلفر اوكسايدز، ودوت من الاسيد الجاسس، causing respiratory system disease، امراض في الجهاز التنفسي، و building corrosion، تآكل في المباني. ومعانا طبعا الأمثلة بتاعته سلفر دايوكسيد وسلفر ترايكسيد. معانا النيتروجين اوكسايدز، ودوت برضو من الاسيد الجاسس، من الغازات الحمضية، which resulted from lightning، بتحدث أثناء البرق، لأن أثناء البرق بيحصل تفاعل ما بين النيتروجين والأكسجين اللي موجود في الأتموسفيريك إير، وبينتجوا بقى إيه؟ نيتروجين أوكسيد. وبنقول إن they are poisonous، بتكون فيها سمية، و affect the nervous system، وبتأثر على الجهاز العصبي and the eye، وبتأثر على العينين. لازم تحفظ إيه بيعمل إيه. هتقول لي مثلا poisonous و affect the nervous system، تقول لي nitrogen oxide. مثلا building corrosion، هتقول لي sulfur oxide. respiratory system disease، sulfur oxides. headache، fainting، carbon monoxide، وهكذا. آخر حاجة burning of coal، حرق الفحم، و cellulose fibers، والورق السليولوزي اللي هو بيتعمل بيه ال paper of cigarettes دوت، الحرق بتاع بقى الكلام دوت بيعمل causing lung cancer، يعني بيعمل سرطان الرئة لا قدر الله، ربنا يحفظكم جميعا. وبالتالي نكون خلصنا الدرس بالكامل. دعواتي للجميع بالتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.